ثم فصل في هذا الفصل مصنف يبين بايئو الأصول والثمار، أصول يعني الأشجار، كذلك ثمار الأشجار. هذا الذي يبين في هذا الفصل. نعم، فاصل في بيع الأصول والثمار. أصول ليس الشجر فقط بل عرض الشجر أيضا. الأصول دخل شيئان، العرض والشجر. بالنسبة إلى الشجر أصله الأرض، بالنسبة إلى الثمر أصله الشجر، هكذا. ثم الثمار في هذا الباب، الثمار يعني بيع الثمار تبعا لا استقلالا، بعد ليس هذا بيع الثمار بعد قطعه في السوق، بل هذا الثمار الباقية على الأشجار. هذا الذي يبين في هذا الفصل. نعم، أما بعد قطع الثمار ألو بيع فهو من أحكام المبيع في باب البيع السابق. نعم، يدخل في بيع أرض ما فيها من بناء وشجر، وفي بستان أرض وشجر وبناء، وهكذا. يدخل في بيع أرض، رجل باع أرضا مطلقا من هنا إلى هنا، هكذا يعني ذكر مساحة العقار، لم يبين ماذا يدخل في هذه الأرض من أبنيتها، من أشجارها وسائر أشيائها، بل أطلق هذا البيع. أو يعني ليس بيئا بل هو هبة، يدخل في بيع أرض وهبتها ووقفها والوصية بها، في هذه كلها يدخل ما فيها من بناء وشجر. متى يدخل هذا الذي يذكر؟ مطلقا، يعني لو كان البيع بيئا مطلقا يدخل، لو كان مفصلا فيكون كالتفصيل، يعني لو استثنى أشجار أو يعني استثنى اللبنية، ماذا يدخل وماذا لا يدخل، هكذا بينا. فإذن هذا البناء ينقل ويزال، أو لو بقي هناك يعطي يعني الأجرة لو كان استئجارا، فهكذا يأتي. فإذن هذا يذكر لو كان بيع مطلقا، لا في رهنها والإقرار بها، يعني ما فيها من بناء وشجر لا يدخل، أين في رهن الأرض أو في الإقرار بالأرض لا يدخل، بل هذا داخل في بيع هبة وقف وصية. ما في الأرض، ماذا في الأرض من بناء وشجر، شجر يعني شجر ثابت، أما شجر مقطوع أو مقلوع أو يابس لا يدخل به. شجر رطب، هذا رطب يعني غير جاف غير يابس، فإذن هذا ليس هو يعني للاحتراس عن اليابس، اليابس لا يدخل. وثمره، هذا ثمر الشجر أيضا داخل، لكن فيه تفصيل، هذا الذي يذكر بعده، الذي لم يظهر عند البيع، لم يظهر عند البيع. كيف هذا الظهور؟ الظهور سيبين، سيذكر. فإذا لو ظهر لا يدخل عند البيع. وأصول يدخل فيه، أصول باقل تجز مرة بعد أخرى، كقساء وبتيخ لا ما يؤخذ دفعة، كبر وفجل لأنه ليس للدوام والثبات،
فهو كالمنقولات في الدارنا. فإذا يدخل في بيع الأرض بناء شجر ثمر كذلك وصول بقل. بقل يعني خضراوات الأرض. البقل يعني خضراوات الأرض. فهذه الخضراوات تجز مرة بعد أخرى. لو كان شأنها أن تقطع مرة بعد أخرى. مرة تقطع ثم تنبت ثم تقطع هكذا. كقصاء. هذا ليس مثالا لما تجز مرة بعد أخرى، بل هذا النظير. هذا ليس أصول بقل. قصاء يعني ليس من البقولات، بل هذا شيء آخر. فإذا هذا يعتبر نظيرا. كقصاء وبتيخ كلها داخل. لا ما يؤخذ دفعة كبر وفجر، هذا لا يدخل. لماذا؟ لأنه ليس للدوام والثبات. فهو كالمنقولات في الدار. المنقولات في الدار لا تدخل في الدار. كذلك هذا أيضا لا تدخل في بيع الأرض. فإذا لو كان في الأرض هكذا الزرع ما يؤخذ دفعة فهو للبائع، يكون للبائع. يعني ما يقطع دفعة واحدة من أرز أو هكذا بر يوجد فيه هذا الزرع، وهذا الزرع لمن؟ للبائع، لا يدخل إلا بالبيان. وهنا بيع مطلق. ثم ويدخل في بيع بستان وقرية أرض وشجر وبناء. يعني رجل باع هذا البستان أو بستان كذا، ماذا يدخل فيه؟ يدخل فيه أرض وشجر وبناء فيه. كذلك رجل باع قرية تماما، يدخل فيه أرض القرية شجار بناء كله. فهذا أيضا في بيع مطلق. نعم. لا مزارع حولهما لأنها ليست منهما. فإذا بستان هو مزرعة، وهذا المزرع يكون له حائط، هذا هو بستان. ثم ما يكون خارج السور من المزرعة هل يدخل فيهما؟ لا يدخل فيهما. فإذا يكون للبستان سور أو في خارجه شيء من الزرع، هل يدخل؟ لا يدخل. ممكن يكون هكذا متصلا. وكذلك للقرية سور وحد، ويوجد خارجه مزرع بعض الزرع، وممكن يكون هذا متصلا بالقرية، لا يدخل به. هذا عند الاطلاق. نعم. لأنها ليست منهما، يعني مزارع حول البستان والقرية ليست من البستان والقرية. وفي بيع الدار هذه، يعني يدخل في بيع الدار هذه، يعني هذه الثلاثة، ما هي؟ الأرض والشجر والبناء. أي الأرض المملوكة للبائع بجملتها حتى تخومها إلى الأرض السابعة. في الدار يدخل الأرض، الأرض المملوكة. فإذا لو كانت الأرض مستأجرة لا تدخل في ملكه. مثلا هذا رجل استأجر أرضا لعشر سنوات أو لعشرين سنة هكذا، ثم بنى فيه دارا، ثم هذا الرجل باع هذه الدار، فهل يدخل هذه الأرض في بيعها؟ لا يدخل. لذلك قال مملوكة. لمن هذا ملك؟ الأرض لو كان مملوكا للبائع يدخل بجملتها. ثم هذا أرض إلى أين يدخل؟ هذا بجملتها حتى تخومها. بجملتها معنى جميعها، حتى تخومها. تخوم يعني مندها، مندهها إلى الأرض السابعة. والشجر المغروس فيها كذلك يدخل فيه الشجر. أي شجر هذا؟
المغروس فيها، فإذا لو كان مقطوعا أو مقلوعا لا يدخل. ثم مغروس لو كان رطبا أو يابسا، قصد دوامه أو لم يقصد، كلها يدخل في الدار. والشجر المغروس فيها. فإذا ممكن هذا بعض الأشجار مثلا هذا يابس قصد دوامه كجعله دعامة عمودا للبيت هكذا، فإذا يدخل. وإن كثر ممكن هذا الشجر المغروس صار كثيرا يدخل. والبناء فيها بأنواعه، فكذلك يكون في الدار بناء كثير، مثلا هذا حمام، هذا بيت الخلاء، وهذا يعني مطبخ، هكذا يكون أبنية خاصة خاصة كلها داخل. فكذلك ممكن يكون هناك قفص للدجاج، أو هكذا بيت للشاة في تابعا لبناء الدار، كلها داخل. وأبواب منصوبة، أبواب أيضا داخلة منصوبة ليست مقلوعة. وأغلاقها غلق الأبواب أيضا داخل، لكن هذا غلق المثبتة، إذا لو كانت غير مثبتة بل منقولة لا يدخل. إلا الأبواب المقلوعة وهي ليست بداخلة في بيع الدار. والسرور جم سرير ليست داخلة. والهجارة المدفونة بلا بناء، والهجارة المدفونة في الدار لا تدخل لو كان بلا بناء، لو كان ببناء يدخل. وهذا أيضا في بيع دار بيئا مطلقا، يعني هو باع بقوله بعت هذه الدار هكذا فقط. ثم لا في بيع قن ثوب، لا يدخل في بيع قن ذكر أو غيره، ذكر أو أنثى أو خنثى، لا يذكر في بيع القن، يعني رجل باع عبده أو عمته هكذا. وفي عنقه حلي، أو في أذنه حلي، أو هو لبس ثوبا أو نعلا، فهذا الثوب وهذا النعل كذلك الحل هل يدخل أو لا يدخل؟ لا يدخل شيء منه، حتى لا يدخل ساتر عورته أيضا، لا يدخل. فإذا المشتري يأتي بثوب يلبسه ثم يذهب به هكذا. قن ذكر أو غيره حلقة بأذنه، حلقة ليست بداخلة، حلقتين بالأذن، أو خاتم، خاتم في الإصبع، أو نعل في الرجل، لا يدخل كلها. وكذا ثوب عليه لا يدخل، خلافا للحاوي كالمحرر. هما ذكر أن ثوب داخل لكن لا يدخل. وإن كان ساتر عورته، هذا غاية لعدم الدخول، لا يدخل ساتر عورته. فإذا هل يجب على البائع أن يبقي ساتر العورة على الرقيق حتى يأتي المشتري له بساتر عورة، أو بعد البيع هو يقلع هذا يخلع هذا؟ استقرب ابن القاسم أنه لا يلزم البائع بقاؤه إلى أن يأتي له المشتري بساتر، واستقرب عليه شبرام اللسي لزوما لبقائه بأجرة على المشتري. نعم، فإذا يجب على البائع إبقاء ساتر عورة عليه حتى يأتي المشتري بثوب. نعم، لو أبقى هكذا يأخذ من المشتري أجرة المثل لهذا الثوب، يجوز له. ثم وفي بيع شجر ماذا يدخل؟ لو كان شجر رطب، وفي بيع شجر رطب يدخل عرق وغصن رطب لا مغرسه ولا ثمر لهرع. معنى الظهور يبين هناك. إذن في بيع شجر رطب
بلا أرض كيف باع الشجرة؟ شجرة بلا أرض، لو باع بالأرض ليس الحكم هكذا. باع الشجرة بلا أرض عند الاطلاق، ما بيع الشجرة بيع مطلق، ماذا يدخل فيه؟ العرق يدخل، يعني عرق الشجر داخله. فإذا لو قطع الشجرة يجوز له أقل هذا العرق إلى يذهب به، ولو يابسا شجرة لو كان يابسا أيضا يدخل فيه العرق. إن لم يشرط قلع الشجر بأن شرط إبقاؤه أو أطلق لوجوب بقاء الشجر الرطب، نعم، إذا إن لم يشرط قلع الشجر وهو يدخل. كيف لا يشترط قلع الشجر؟ إما شرط إبقاؤه يعني إبقاء الشجر، أو شرط قلعه أو أطلق. ألم يشرط قلع إلى قطع الشجر أولا؟ يعني أنا قرأت قلع الشجر، قطع الشجر، قطع الشجر. لم يشرط قطع الشجر، لو شرط قطع الشجر فلا يدخل عرق. لماذا؟ العرق تحت مكان القطع يكون في الأرض، القطع يعني من فوق الأرض، لو شرط قطع الأرض لا يدخل. لو لم يشرط فهناك أحوال، مثلا إما شرط إبقاؤه أو شرط قلعه، لو شرط القلع ففيه أيضا داخل، أو أطلق يعني لم يشرط بأي من الشرط، عندئذ أيضا داخل. لماذا؟ لوقوع لوجوب بقاء الشجر الرطب. ثم ويلزم المشتري قلع اليابس عند الاطلاق للعادة، لأجل ذلك هذا الشجر الرطب يبقى هناك لبقائه، يجب العرق لذلك داخل. أما الشجر اليابس لو اشتراه مشتر يجب عليه قلع اليابس عند الاطلاق للعادة، هذا هو العادة ليس القطع. فإذا لو كان القلع واجبا فالعرق داخل في الشجر هكذا قال. فإن شرط قطعه أو قلعه عمل به، نعم، شرط قطعه أو قطع الشجر أو قلع الشجر عمل به، أو إبقاؤه بطل البيع. يعني لو شرط إبقاء الشجر اليابسي، نعم، ليس الرطب بل اليابس، بطل البيع. لماذا؟ العادة يعني قلعه أو قطعه هكذا ليس الإبقاء، الإبقاء يكون عادة في الشجر الرطب فقط، أما في اليابس ليس هذا من مقتضى العقد، بل هذا شرط يخالف مقتضى العقد، لذلك بطل البيع. ولا ينتفع المشتري بمغرسها، لا يجوز الانتفاع، انتفاع المشتري بمغرس يعني مكان ورس الشجرة اليابسة، ما الشجرة الرطبة يجوز له. لماذا؟ هذا شجر رطب يبقى هناك عند الاطلاق، نعم، فإذا ينتفع بمغرسها. ثم وغصن رطب يدخل فيه الغصن الرطب لا يابس، فإذا لو كان في الشجر وقت البيع غصن يابس وهذا لا يدخل، بل الغصن الرطب فقط يدخل. متى هذا يدخل؟ والشجر رطب، لو كان الشجر رطبا يدخل الرطب لا يدخل اليابس، لأن العادة قطعه، قطع اليابس. ثم وكذا ورق رطب لا ورق حناء على الأوجه، الورق الرطب أيضا يدخل لو كان الشجر رطبا، لكن لا يدخل ورق الحناء. لماذا؟ هذا بمنزلة الثمر، الثمر لا يدخل كما سيأتي بعد الظهور لا يدخل، كذلك أوراق الحناء بمنزلته لذلك لا يدخل. ثم لا يدخل في بيع الشجر مغرسه،
مغرس لا يدخل لكن لو كان الشجر رطبا ينتفع به فقط ببقائه هناك لكن لا يدخل في ملكه فلا يتبعه في بيعه. لماذا؟ لأن اسم الشجر لا يتناوله ولا ثمار الظاهرة هذا ليس بداخل في بيع الشجر كطلع نخل بتشقق وثمر نحو عنب ببروز هذا معنى الظهور. فيما مضى ذكر يعني مسألة الظهور لكن هناك ما فصل كيف يكون الظهور. الظهور هنا بين كطلع نخل كيف يظهر بتشقق لو تشقق طلع النخل فهو الظهور أولا يكون يعني داخل الطلع ثم بعد ذلك يتشقق هذا القشر. نعم. ثم ثمر نحو عنب كيف يظهر ببروز يعني ببروز في العنقود يعني أولا يكون يعني هذا النور ثم يظهر فيه هذا العنب. نعم. و ببروز أو جوز. نعم. جوز يعني رأيتهن على قوله طلع فإذا طلع نخل ثمر نحو عنب جوز وهذا كيف يكون ظهور الجوز أو اللوز هكذا بانعقاد يعني اشتداد هكذا النقاء فما ظهر منه للبائع وما لم يظهر للمشتري هكذا عند بيع الشجر بيئا مطلقا. ولو شرطت الثمر لأحدهما أو شرطت الثمر لأحدهما فهو له عملا بالشرط ذلك قلت هذا الدخول وعدم الدخول يعني ظاهر لا يدخل غير ظاهر يدخل عند الاطلاق وإلا حسب الشرط يتبع. نعم. سواء ظاهر الثمر أم لا. نعم. ثم ويبقى يعني أي شيء يبقى هذا الثمر والشجر الثمر الظاهر يبقى الثمر الظاهر هو مستحق للبائع. نعم. الثمر الظاهر والشجر الشجر هو مستحق للمشتري. نعم. كلاهما يبقى يعني عند الاطلاق فيستحق البائع تبقية الثمر إلى أوان الجذاذ بعد الظهور لا يقطع مباشرة بل بعد ذلك يحتاج للقطع إلى أن يبدو صلاحه هذا وقت الجذاذ أوان الجذاذ يعني وقت بدو الصلاح. نعم. إلى ذلك الوقت يبقى في الشجر على الشجر. نعم. فيأخذه دفعة فيأخذه دفع ثم بعد ذلك بعد هذا اللوان كيف يأخذ الثمر البائع يأخذ دفعة واحدة فقط لا تدريجا والمشتري وهو يستحق ونعتفن لقوله البائع إذن معناه يستحق البائع تبقية الشجر ما دام حيا ما دام حيا معناه ما دام رطبا لم ييبس فإن انقلع فله ورثه إن نفع لا بدله فإذا هذا الشجر قد انقلع بنفسه يجوز له ورثه في ذلك المكان متى إن نفع يعني بعد الغرس لو كان مندفيا به هل يجوز له ورث بدله في ذلك المكان لا يجوز هكذا. ويدخل في بيع دابة حملها رجل باع دابة اشترى دابة فهذا هذه الدابة كانت حاملا الحمل يدخل فيه حمل مملوك لمالكها فإن لم يكن مملوكا لمالكها لم يصح البيع كيف لا يكون ملكا هذا بالوصية إذن الدابة أوصى بها لرجل وبحملها لرجل آخر فإذن هذا لا يكون داخلا
يعني للمالك لم يصح البيع كبيعها دون حملها وكذا عكسه، كل هذا لا يصح. لماذا؟ الحمل كعلب من معلاء الدابة كيده. فإذا لا يجوز بيع الدابة باستثناء يدها أو رجلها هكذا، كذلك لا يجوز بيع الدابة باستثناء حملها، أو بيع الرجل فقط أو اليد فقط من الدابة لا يجوز، كذلك بيع الحمل فقط لا يجوز. نعم.